السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الجدي. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا الثانيه اللي عليها العلاج بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. هتكون قراءه مبشره الايام اللي جايه دي. وانزل في الكومنتات واكتب لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنيه قضاء حاجتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يقضي لك حاجتك حيث زي ما تكون. ونشوف مع بعض ايه التبشرات وايه التوقعات اللي عندك. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. دايما اقول ان برج الجدي رغم الطاقة السلبية اللي هو بيمر بيها او المشاكل اليومين دول، رغم ان هو قوي جدا، رغم ان هو عنده تغيرات جذرية وعنده فرحة طال انتظارها الايام اللي جاية، وهيكون كمان عنده خير، والخير ده هيكون هو تعب الفترة اللي فاتت علشان يحصده، بالفعل هيحصده علشان هيكون عنده فرحة حلوة او تغيرات هتعود لأيامه اللي جاية. عايز اقول لك كمان ان انت منتظر الفترة دي رجوع حد، او منتظر تغيير منزل، او تغيير عتبة، منتظر عودة حد يرجع لك لم شمل الله أعلم. بس انت عندك هنا كلام كتير جواك، وهيكون عندك تغيرات بإذن الله، والتغيرات هتكون انت مستنيها علشان انت بالفعل منتظر أخبار، منتظر كلام، منتظر رجوع حق. إن شاء الله اللي انت منتظره هيرجع لك الأيام اللي جاية. في هنا قريب جدا 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 هيكون في فرحة هتفرح قلبك من جديد، وهتعيد النبضات اللي في قلبك. بس دايما اقولك انه انت معمول لك سحر مشروب، خلي بالك من النقطة دي. السحر المشروب ده معمول لك من ناس مقربة ليك، متألقين وواثقين من نفسكم. يعني انتوا هنا عندكم طاقة ايجابية وتغيير من الامور اللي في حياتك الايام اللي جاية، إثبات حاجات كتيرة جدا في حياتكم، إثبات تغيرات، إثبات تقدم في انطلاقات حلوة هتاخدوها، وقرارات طال انتظارها بقالها مدة. ففي فرحة عندكم، أقدر أبشركم إن الأيام اللي جاية هتكون طرق هتتفتح في حياتكم، وهتكون طاقات إيجابية هتعوم على جميع توقعاتكم الروحانية، وفي نفس الوقت هتستفادوا من أشخاص هيكونوا موجودين في حياتكم. خلي بالك انت عندك خبر حلو، الخبر الحلو ده بعدها هتكتشف طعم وهتكتشف غدر من أقرب الناس ليك. فما تقلقش من حاجة، عشان خاطر فرحتك هتكمل وتوقعاتك كلها هتكون مكسب ليك في خير. بس بلاش العصبية، بلاش العصبية، علشان انت هنا عندك عصبية زايدة من غير اي سبب. ربك لما يريد هيصلح لك الامور وهيظبط لك كل اللي في حياتك، عشان خاطر انت هنا ولا شفت محبة من قريب ولا من غريب. يعني انت مش شايف المحبة لحد الان من حد، كل اللي انت فيه كسرة قلب، ويعني ما عندكش، ما حدش جابر بخاطرك حتى لو بكلمة بسيطة. ناس كتيرة جدا بتحسدك على حاجات مش موجودة فيك، فما تقلقش، علشان الايام اللي جاية هيكون في تقدم وفي راحة طال انتظارها. بس انت كل المطلوب منك ان انت تهديلي اعصابك من ناس بتاكل في دمك ولحمك، ودايما بتتكلم عليك بطرق سلبية وبمشاكل. في هنا مراقبة، في مراقبة من اشخاص كتيرة جدا في حياتك. خلي بالك عندك حد من ابراج ترابية خانك ووجع قلبك وكسرك، لدرجة ان انت عندك زي ما قلت لك الم في معدة، الم في الظهر، وفي خمول وكسر رهيب في حاجات كتيرة جدا. نفسك في اي حاجة تفرحك، نفسك في اي حاجة تديك طاقة ايجابية لبكرة. عارف يعني انت رغم ان عندك زعل وحيرة ووقف حال، عندك تألق وثقة بالنفس، انت ما بتستسلمش ابدا لاي حاجة، بتشتغل وبتعمل حاجات كتيرة جدا، وبرضو في طاقة سلبية مسيطرة عليك. اجمل ما فيك ان انت هتكون متألق، هتكون متألق. في واحدة ستة عندك، الست دي بتتكلم عليك، وزي ما قلت لك انت كل ما بتيجي تقول لها انت عملتي بتعيط لك، بتقول لك انا ما عملتش، انا ماليش دعوة، والحاجات دي كلها، والحاجات دي طبعا تعباك. عندك ديون، عندك ديون الايام دي هتتسد ان شاء الله،
وهيبقى فيه حياة أجمل، علشان أنت عندك طاقة خوف. دايما بتتحاول تتخلص من الهم، من الغم، من المسؤولية، بتحاول تعيد حساباتك، بتحاول تبص لنفسك. انت اتظلمت كتير جدا ومحدش يقدر يقول اكتر من كده، فما تقلقش، الايام اللي جاية هيكون عندك حصدا تاما للحاجة اللي انت بتتمناها، حصدا تاما لبعض الامور اللي هيكون فيها تحسن. انت صح، خلصت علاقاتك مع ناس كتيرة جدا، وفي علاقة بينك وما بين حد اختفى فجأة. الشخص ده اختفى كده من غير ما تعرف هو ليه اختفى. في أزمة هتقع فيها، والأزمة دي هتعرفك أعداء من أحباب رسمين وشوش مش بتاعتهم، فما تقلقش. عندك هنا سؤال ونفسك حد يجاوبك عليه، في سؤال عندك ومستني إجابة من أي حد. أنت دايما بتسمع للناس الكبيرة، يعني بتسمع من رأيهم. اي نعم انت بتعمل اللي في دماغك، بس بتحب تاخد رأي الناس الكبيرة، بتحس ان هم عندهم خبرة اكتر في الحياة. طيب ليه عصبية؟ ليه عصبي اليومين دول؟ انت عصبي وفي مشاكل في ارض بيتك، يعني انت في مشاكل في ارض بيتك. طيب مين الشخص اللي عندك في بيتك مر باكتئاب، مر بخذلان من شخص كان عزيز عليه؟ مين الشخص اللي عندك في أرض بيتك مر بخذلان، مر أو عنده صدمة نفسية وانت بتحاول تطبطب عليه؟ وفي حد زي ما قلت لك في ضيق وفي خنقة، ربنا هيفك ضيقه بإذن الله الأيام اللي جاية. في هنا علاقة على السوشيال ميديا، أو ارتباط على السوشيال ميديا، أو حد غريب انت بتتكلم معاه وبتحس ان انت مرتاح بمجرد ان انت بتتكلم معاه. أجمل ما فيك وده اللي بيخليك مميز عن الآخرين، ان انت ما بتستسلمش أبدا. والست الحرباية دي ربنا هياخدها من طريقك، علشان وقفالك ومترصدالك في الأذى وفي تجديد المشاكل اللي في حياتك والسحر اللي بيتجدد لك منها. ما تقلقش، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيقلب السحور عليهم، علشان خاطر في ناس ما بتحبش تشوف حد مبسوط ولا مرتاح، رغم ان انت ما كنتش بتعمل معاهم غير كل الخير. فمش عايزاك تقلق في اي حاجة خالص، عشان انت هيكون عندك تقدم. بص، كسرة قلب بينالك قوي، كسرة القلب دي ان شاء الله بإذن الله ربنا الوحيد اللي قادر يجبر بخاطرك ويريحك. في سحر تعطيل، والسحر التعطيل ده مخليك مفيش اي اكتمالات في اي مواضيع، فان شاء الله بإذن الله امورك هتتظبط، امورك هتتخلص منها. في كمان هنا حد ست عجوزة، في حد عندك ست عجوزة. الست دي تعبانة نفسيا بسبب، زعلانة عليكم، يعني هي زعلانه على الامور اللي انتوا فيه. وفي جاره واحده من الجيران بتغير وحقوده، فياريت تخلوا بالكم منها. اقدر اقول ان جزء من ظلمكم، جزء من اهانتكم، جزء من كرامتكم هيتردد لكم الايام اللي جايه. بس في خوف، في خوف عندك من شريك، خوف من عذاب، خوف من المستقبل. انت عندك طاقة خوف رهيبة، خايف من حاجات كتيرة جدا، والحاجة الوحيدة اللي خايف منها المستقبل. في نصيب حلو ليك، اطلع لي من العزلة، اطلع لي من الطاقة السلبية، ما تخليهاش تسيطر عليك، انت اللي تسيطر عليها، ما تخليش اي حاجة تسيطر عليك ممكن تأذيك. طيب الكركبة اللي انت فيها دي هتطلع منها، ودي من غير اي كلام. انت المشكلة اليومين دول كاره الدنيا كلها، مش عاوز تتكلم مع حد ولا عايز تفكر في حد، كل اللي نفسك ان انت تخلص فيه اوراق المحكمة، نفسك تخلصها علشان خاطر انت ما بقاش ليك نفس لأي حاجة. ما تصدقني، ربنا هيجبر بخاطرك الايام اللي جاية، والهم والمشكلة الكبيرة والحمل اللي شايله لوحدك ده، ربنا هو الوحيد اللي قادر يطلعك من اي حاجة. اثبت وجودك بنفسك، وبلاش الطيبة الزايدة عن اللزوم مع اشخاص ما يستاهلوش ان انت تكون طيب اكتر، يعني ما يستاهلوش منك الطيبة دي. وازن امورك ووازن علاقاتك عشان تطلع من كل التوتر والحيرة. خلي بالك، انت في ناس نزلت من نظرك في علاقات سامة، او في حد من هنا من ابراج ترابية او نارية، حصلت خيانة او سرقة، ومش برضو مش حابب تتكلم في اي موضوع، علشان الحاجات دي بتعصبك قوي وبتضايقك لما انت بتتكلم فيها عن سرقة مالك او سرقة فلوسك. فياريت تحط نقط على حروف وتشوف الحاجة اللي انت عايز تعملها. انت من جوه قلبك بتدور على الحب،
من جوه قلبك بتدور على الحنان، بتدور على الاستقرار، جواك كركبه زي ما قلت لك، ودموعك نازله ليل ونهار بسبب حظك، ان حظك قليل. باذن الله ربنا هيكبر بخاطرك وهيريحك جدا، عشان خاطر انت محتاج دعاء، محتاج حاجه تفرحك. انت بقالك سنين شايل حمل الحيه والبومه الحقوده اللي بتعمل لك اسحار، ممكن تكون من الجيران المقربين لحياتك، ودي طبعا مش حبالك الخير، رغم ان انت ممكن تكون عارف مين اللي بيعمل لك اسحار وساكت. والالم اللي في المعده ده انت كشفت اكتر من مره، زرت الطبيب ومحدش فادك في اي حاجه. يا ريت تخلي بالك من نفسك، ان شاء الله باذن الله هيكون عندك حياه حلوه، هيكون عندك استقرار في مواضيع كتيره جدا. بس لو في طرف ثالث انصحك ان انت ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك، ما تخليش اي حد ممكن ياثر عليك باي طريقه، ازرع لنفسك الخير وما تتكلمش مع حد. في كمان هنا صلح، في صلح ان شاء الله الايام اللي جايه، وفي صديق، الصديق ده هتلاقيه حد كده واقف معاك وهيدعمك في طاقات كتيره جدا حلوه. في سر، يلا افرح، في سر اهو هتكتشفه، والسر ده من بعده هتعمل حاجات كتيره جدا، السر ده من بعده هتاخد قرارات في حياتك مختلفه عن اي موضوع. اختصر ناس في حياتك، اختصر حاجات في حياتك عشان التحسنات وعلشان خاطر الامور اللي عندك. اكتر الناس اللي دمرتك لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك، لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك دمروك وخذلوك، وكمان كانوا بيعايروك بحاجات انت ما عملتهاش. فياريت انت تهدي لي بالك الايام اللي جايه، عشان باذن الله ربك هينصرك. عندك زي ما قلت لك القرين ولمسه عاشقه، بتقف قدام المرايه كتير، بتحبوا نفسكم اكتر، في حاجات بتعملوها ما ينفعش تتعمل علشان خاطر انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم، ولا محتاجين غدر ولا محتاجين خيانه، ودايما عندكم نفاق وظلم من ناس انتوا يعني ما عملتلهمش اي حاجه. مشكلتكم ان انتوا في حاجات ما بتعملوهاش وبتيجي عليكم، في حاجات انتوا ما بيكونش دعوه بيها، مالكم يعني حاجات انتوا ما تخصهم يعني، حاجات مش تبعكم خالص، وبرضه بتلاقوا الامور بتتبدل. في هنا خلال الايام اللي جايه باذن الله بامر الله تعالى هتكون في افضل حال، وهتكون في قمه العليا، علشان انت عندك اجوبه، وزي ما قلت لك من بعد السر اللي انت هتكتشفه هتحط نقط على حروف. بس ابعد لي عن الكركبه، عارف الموضوع اللي شاغل بالك واللي نفسك ان هو يحصل، ان شاء الله باذن الله هتحصل معجزه من عند ربنا فقط لا غير، وما هتكونش مصدق الفرحه اللي انت هتكون فيها، وهتقول اخيرا ربنا عوضني، انا صبرت كتير وصبرت لحد ما اتوجعت واتظلمت وتخاب املي في ناس كتيره جدا. كل المطلوب منك ان انت تعيد حساباتك، كل المطلوب منك ان انت تروق نفسك بنفسك، تهدي لي بالك من الضغط النفسي اللي انت فيه، ومهما تكتشف خيانات وتكتشف غدر وطعنات، اتاكد ان ربنا بيحبك، اتاكد ان ملاش، لو ربنا ما بيحبكش مفيش اي حاجه ممكن تعمل لك ازمه. فانت عندك فرحه، عندك تغيرات، عندك ازمه هتطلع منها، وعندك كمان طاقة فرج وتغيرات جذرية هتحصل لك في حياتك، وفي نفس الوقت هتعيد الحسابات اللي عندك، وهتاخد قرار حاسم صالب، وهتغير فيه من بعض الأمور اللي عندك مع تغيرات إيجابية وفرحة طال انتظارها بإذن الله بفضل ربنا. بالك مشغول برزق، في رزق هنا بالك مشغول بيه، أو بأسئلة تخص المال والفلوس، يعني أنت عندك بعض الأمور فيها كركبة. حصل عندك من فترة مشكلة صحية، وده بسبب الإهمال، وبسبب إن أنت بتشوف أحلام كوابيس، وفي هم كبير جدا شايله على كتفك لوحدك، مفيش حد بيساعدك ولا حد بيديك حاجة، هم رامين عليك الحمول كلها وسايبينك. في كمان هنا رسالة، الرسالة دي هتكتشفها، ومن بعد ما هتكتشفها هتكتشف حاجة هتزعلك قوي. في كمان تسديد ديون او فك قرب، في حاجة هتعملها اليومين اللي جايين برضو هتفرحك. في طاقة حزن هنا، هنا في طاقة حزن على ناس ما كانوش يستاهلوا، وفي ناس مركزة معاك اول فترة دي، شغلين بالهم بيك ومستعدين ان هم يقلبوا حياتك في آني تحتاني، لدرجة ان انت نفرت
وخرجت منهم وطلعت من حياتهم علشان حسيت ان هم ممكن يضايقوك، حسيت ان هم ممكن يعملوا لك مشاكل، وانت عندك زعل على ناس في حياتك، يعني انت زعلان برضو وفي تفكير رهيب، طاقة تفكير رهيبة مش سايباك في حالك، وفي حاجات كتيرة جدا بترددها اليومين دول، او في نفسك في حاجة تتم، يعني انت في تردد عندك كتير. وخلي بالك انت الفترة اللي جاية دي مش من احسن الفترات ان انت تعيد حساباتك وتكتشف حاجات في حياتك. الفترة اللي جاية حياتك العاطفية هتكون صافية، مع العلم ان شريكك بيتعبك، مع العلم انه دايما عندك علاقاتك العاطفية فيها مشاكل بسبب ناس بتتدخل، بسبب ان انت والشريك اهمل فيك، في بعض التوتر عندك وبعض الحيرة. فالايام اللي جاية هتلاقي شخصين هيدعموك وهيكبروا منك وهيسعدوك وهيوصلوك للباب اللي انت مستنيه وبقالك مدة بتسعى عليه. فانا مش عايزاك تقلق خالص، علشان انت عندك طاقة قوية جدا، الطاقة دي هتفرحك وهتخليك تطلع من المود اللي انت فيه، وفي نفس الوقت هيبقى عندك خاتم خطوبة، خاتم زواج، خاتم ارتباط ابدي، الله اعلم، بس هيكون عندك فترة من الراحة. وفي هنا كمان واحدة ست قريبة منك بتدعي ان هي بتحبك وان هي حبالك الخير، بس الست دي بتتكلم عليك من ورا ظهرك ومدياك الوش الحنين، فياريت تخليلي بالك منها وما تسمعش لأي حد، ممكن يعني تسمعش، انصحك ان انت ما تسمعش لأي حد تحس ان هو بس كلامه ممكن ان يعني يريحك، بس انت عندك في قلبك كده نار، يعني انت في قلبك نار ومش ساكت وتعبان، يعني انت مش ساكت وتعبان، رغم ان انت دايما متألق، رغم ان انت دايما واثق من نفسك، رغم ان انت دايما حياتك راضي باي حاجة تحصل في حياتك، بس عندك بعض المشاكل، عندك بعض الضغط من الاشخاص اللي دايما اذينك وبيتكلموا عليك في حاجات انت ما عملتهاش. مشكلتك ان انت في حاجات بتترمي عليك انت مالكش ذنب فيها، بس بيقولوا لك لا انت اللي عملت الحاجات دي، انت شخص كذا كذا، رغم ان انت والله ما في اطيب من قلبك ولا في يعني بتسعد ناس على سعادتك. دايما اقول لك خلي بالك ان هم ماشيين معاك في عملك، ماشيين معاك في مجال حياتك، الناس دي عايزين يوقعوك، عايزين يحفروا لك، عايزين يأذوك، انت دايما فاتح بيتك للغريب، فاتح بيتك لكل الناس، يعني هم بيشربوا وياكلوا معاك وبيأذوك. بص تعبين تعبين في حياتك ونفور وقطع علاقات مع ناس كتيرة جدا، انتوا دايما متهيئ لكم ان انتوا حاجات كتير مختلفة، انتوا الايام دي بتفكروا صح في قرارات لازم تاخدوها، في ناس هنا هتقف جنبكم وهتدعمكم في الخير. بص هنا انت هنا بتحصنوا نفسكم، بتشتغلوا على نفسكم، بتفكروا صح، ناويين على حاجة هتعملوها صح، ناويين على مواضيع صح. انت بعيد عن ربنا، فياريت تهرب لربنا اكتر وتستعيد ثقتك بالله عشان خاطر ربك يبعد عنك الناس المؤذية. اتكل على ربنا وارمي ورا ظهرك، قلبك هينشرح الايام اللي جاية، بس انت مقهور وزعلان على نفسك، انت الايام دي زعلان على نفسك جدا من حاجات كتيرة جدا، مستني اي حاجة تفرحك، انت ما بتحبش الحاجة تجيلك بسهولة، بتعافر وبتجاهد علشان خاطر توصل للأهداف اللي عندك. في هنا مكافحة، في ترقية، في حاجة جديدة في حياتك، بتشتغل وبتعافر وبتجاهد وبتعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة، فالأيام اللي جاية هيكون في برقان هيتبدل في حياتك، انت بس مصاب بالحسد القوي من ناس كتيرة جدا، وعشان كده عندك بعض العراقيل، الحسد ده متمكن منك جدا، واخد منك جزء كبير في حياتكم، فعايزاكم الفترة اللي جاية تهدوا وتهدوا أعصابكم من مؤامرة، علشان يعني لما انتوا هتكونوا هاديين المؤامرة دي لما هتدخل عليكم انتوا هتعرفوا تقرروا صح، وهتعرفوا تختاروا صح، وهتعرفوا تنووا وتعملوا حاجات كتيرة جدا صالحة. في ناس وديني بردد لك الكلام تاني بياكلوا ويشربوا معاك وبيطلعوا برا يتكلموا عليك، خلوا بالكم انتوا اذكياء جدا جدا وبتربطوا الاحداث ببعض وخلاص، ومشكلتكم برضو ان انتوا لما في حد بيدخل يعني بتعرفوا الشخص ده عايز ايه وناوي على ايه وايه اللي في دماغه، بتعرفوا كل حاجة، بس بتصبروا لحد ما تشوفوا ايه اللي ممكن يحصل.
تحياتي ليك واتمنى لك السعادة والهنا والرزق. بتعاني من قرين من سحر من تبيعة اكتب تم يوصلك لينك قناتنا التانية، وتحياتي ليك ان شاء الله.